نشوف تو بور اكزومبل ستراسبورغ فقرابة 4 جوار التونسة، انا وكريم حقي وحبيب العيد وثم جوار معناتها في الاسكوار سيفا على مثلوثي الحمد لله. معناتها هذه معناتها يبين الكرة معناتها الفوتبول في تونس تقدم برشا بو، مش كان في تونس بركة، فما في فما في انجلترا فما في هولندا الحمد لله يا رب. ستراسبورغ التأقلم فيها والعيشة صعيبة، البرد والعقلية والانضباط اللي ساعات يولي مبالغ فيه مانيش متعودين به، صعيبة صعيبة والله. في أي حاجة معناتها في الدنيا لازم معناتها البداية نتاعها صعيبة، كل شيء أي بداية أي بداية في كل حاجة لازم صعيبة شوية، واحد ما يكذبش معناتها تعديت على ظروف صعيبة صعيبة شوية. علاش؟ بون معناتها تشوف معناتها عباد جدد و... أكثر حاجة قلقتك بدبلة في البداية الصعيبة في ستراسبورغ أكثر حاجة قلقتك؟ والله مع اكثر حاجه باش تقلق معناتها هي معناتها اللي انت باش معناتها باش كيف تجي لهنا باش تعرف عباد جدد، باش تشوف بلاد جديده، باش تشوف نمط اخر، باش تشوف كره اخرى، باش تشوف ديسيبلين اخر، معناتها هذه حوايج معناتها يتبدلوا يتبدلوا فوالا. الاداره ومشي توما ما قلقوكش؟ بون توما باهي توما مش قلقوك كاو هيكل فما ديفيرونس هيكل اللي جاء اول مره وهيكل تو تطور معناها فما ديفيرونس تحس اللي لكن البريود قاعد تعدى صعيبه وقاعد يدخل في بريود جديده اللي احسن من البريود تاع يدخل في الجو باش يبدا، لكن طولت شوي كنا من البريود دبت تسجل شويه في العمر مازال ما عنده شيء معناها ما فات شيء، خاطر البريود دابتاسيون تنجم تكون كل جوي كيفاش نجم تدوم شهر كيما تنجم تدوم 6 شهور كيما تنجم تدوم عام كيما تنجم ما تنجحش في الجامعة عادي كل واحد كيفاش تعيش معاه ان شاء الله ربي يوفقه قاعد يوري تو وقاعد حاط في قلبه حاط في قلبه اسمع مرات ثم ياك الضغط وكل الكريتيك كل يرد منك قوي والعبد قوي عبد صحيح تدخل اصبر ان شاء الله ربي يوفقك. انا عايش في ستراسبورغ لهنا صافي كلكو زاني كو جيت ما جو هنا خاطر ثم كريم حقي وهيكل بو عندنا الصديق نتاع هيكل وكريم كذلك يمكن يعطينا اكثر تفاصيل. سي عبد السلام كيك اي نعم مرحبا بك في قناه تونس 7 وبيك ومرحبا بك انتم زاد ديما معاهم وديما شجعوهم باش ينساو البرد ويقدموا الاضافه لفريق ستراسبورغ. انت سبقتهم ستراسبورغ ظهر انا سبقتهم توي كان عندي برسك نفس البريود انا وهيكل من ديبيوت نورمالمون طلع لي هيكل ديما نويا ديما يضحك ديما يضحك الحاجه الباهي في هيكل هو ديما يضحك. الريسات ما ثماش ريسات ميراكل، شوف لابريف هو كريم لقاه في الاول فهمت ولا في صعوبه شويه با مالوريزمون تكسر شويه فهمت في الاول تو جايب روحه رجع في فورما يفو كي سامبوز فهمتني ولا جايب روحه ان شاء الله نتمنى زاد كيما هيكل زاد يولي كيفو فهمتني ولا احنا كيما قال الاخ عبد السلام فهمت نجيهم نشجعوهم فهمت ولا ونقفوا معاهم واحنا دين وراهم واحنا فريمون سا نو في بليزير فهمتني حاجه تفرح كي نشوفوا ماتنو اون اتروا تونيزيان فهمتني ولا في التيران في ستراسبورغ لهنا يفو با اوبلي حبيب العيد حبيب العيد سلام. دونك با بور ليكيب ناسيونال با اون فيرا ان شاء الله. روجيلو مير هو اللي قرر دعوتي للمنتخب، انا جاهز لهذه الدعوه اللي اكيد تشرفني جدا. pour l'instant moi je sais que je suis ouvert si m'appelle bah ce sera avec plaisir que j'irai jouer avec la sélection tunisienne. votre parcours en deux mots comment ça a commencé le football pour Habib Belaïd? jeune dans les quartiers parisiens de Paris. بالنسبه للمسيره الرياضيه انطلقت في احياء باريس
أنا من مواليد ضواحي العاصمة الفرنسية وتربيت على حب كرة القدم منذ الصغر. بعد 3 سنوات في كليرفونتين التحقت بمركز التكوين التابع لنادي ستراسبور. حاليا قاعد نتعرف على الكرة المحترفة مع الفريق الأول لستراسبور. En fait, j'étais en équipe de France et j'avais pas mal de clubs sur moi, PSG, Monaco, Strasbourg, Nantes, Auxerre. المنتخب الفرنسي وجه للدعوة في أصناف الشبان وتلقيت عروض عديدة من نوادي فرنسية، لكن مدرب ستراسبورغ مسك بيا للبقاء في الفريق. بالنسبة للمستقبل الرياضي ما زلت ما نعرفش، والأمور باش تتوضح إن شاء الله بعد كأس إفريقيا. Mais peut-être après on verra Inch'Allah pour la Coupe du Monde ou l'année d'après, ça va venir de toute façon Inch'Allah. La dernière fois où vous avez vu l'équipe nationale tunisienne, à la télé ? À la télé c'était Maroc-Tunisie. آخر مرة شاهدت فيها المنتخب التونسي كانت في لقاء المغرب. تابعنا المقابلة في أجواء عائلية، كنا فرحانين ياسر بإنجاز المنتخب. أنا نوع الجماهير التونسية بتقديم أقصى جهدي عندما نكون مع المنتخب، وإن شاء الله نوقف كل المهاجمين. كما عادل الشادلي قمامدية لم ينتظر كثيرا لإمضاء الإنجازات مع الفريق الوطني. تونس الملوي في أول لقاء دولي ليه احتفال بأول هدف. الجولة الخامسة في إقصائيات أمم إفريقيا والمونديال 26 مارس 2005. مش باش ننسى خاطر اول ماتش لعبته مع المنتخب. الحمد لله يا ربي معناتها في اول لقاء معايا مع المنتخب واول معناتها ظهور معناتها قدمت وجهه طيب. سامحني حد ديما يعارك في البيار هكا؟ ديما يعارك هو كان في تيران كان في البيار ديما يعارك. اثنين جدير بالملاحظة أنه قبل الالتحاق بنادي ستراسبور هيكل قمامدية أنهى مرتين على التوالي هداف البطولة الوطنية مع النادي الرياضي صفاقس. حصيلة 2005 بالنسبة لقمامدية 9 مباريات دولية مع النسور 6 أهداف. تاخذ في نصيبك في اللعب على الميدان مع ار سي ستراسبورغ؟ والله شوف معناتها كل ما سيرتو بعد ماتش معناتها الكيب ناسيونال كونتر مصر الحمد لله معناتها رجيت لهنا جيت مورالي معناتها طالع برشا. لعبنا كونتر روما في روما كوب دوروب معناتها تعدى ماتش باهي الحمد لله تعدينا 1-1. أموركم باهية في اللي فات؟ أمورنا في اليوفا الحمد لله معناتها ما خسرنا حتى ماتش وحنا أول المجموعة أول مجموعة. علاش أمور ستراسبورغ صعيبة في الليك أ؟ والله شوف معناتها في الليك أ علاش أمورنا صعيبة شوية خاطر كنت تشوفوا معناتها المباريات نلعبوها في الكوب دوروب نشوفوا اللعب ديما محلول معناتها كسوة تلعب مع روما مع الكيبات ديما اللعب محلول ولا أما كان بيشتغل معناتها في الليك أ كل شيء بسرعة معناتها في الليغا واحد معناتها كما معروف معناتها قابلات أصعب قابلات أصعب ولا كونكيرونس وديما مسكرة شوية اللعب لهنا في فرنسا ديما مسكرة يلعبوا برشا ديفونس مسكرة شوية اللعب. أول ماتش كونتر السعودية معناتها باش نحاولوا نلعبوا مفتاح ولا هذاك المفتاح كل شيء باش نحاولوا ناخذوا 3 بوان تاعنا وان شاء الله معناتها الماتش الثاني كونتر اسبانيا ان شاء الله معناتها نحاولوا نترشحوا خاطر هذه شانس باش نترشحوا دوزيام تور.
فما منافسه كبيره في الزيتا كون في تونس معناها كيفاش يرى روحه. والله دي حاجه باهيه، حاجه باهيه برشا معناتها تشوف كونكيرونس معناتها في 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 بوست ولا معناتها تشوف زياد تشوف سانتوس عصام معناتها هذه حاجه باهيه معناتها القايا غاليه تولي هذه حاجه باهيه برشا للجوار ان شاء الله. معناتها المهم معناتها لصالح المنتخب معناتها اللي يلعب هو معناتها يحاول يعطي الماكسيموم يحاول هو اللي يربح ليكيب واللي في البنك ان شاء الله معناتها يكون حاضر يكون معناتها كونسنتري باش على الاقل كيف يدخل معناتها يحاول يعطي الماكسيموم ويظهر من امكانياته. وقت قرات في المانيا ضربه جزاء تفكرها اللي جبتها الارجنتين مبكره كانت في بدايه المقابله اي ذكرش العمليه نذكرها العمليه خرجك الحارس طبعا خرجني الحارس ابو ردان سيري فوالا خرجني الحارس رجع الكرة مباشرة من رضي جعيد إلى جوزي كلايتون، جوزي كلايتون بالرجل اليسرى، جوزي كلايتون فرصة المنتخب التونسي والهدف الأول. نفس اللاعب هيكل قمامدية كما ذكرت بداية ناجحة واقية سيئة وناجعة لمنتخبنا الوطني. نفس اللاعب سجل منذ دقيقة ثانية أو ثالثة تقريبا ضد المنتخب الملاوي في شهر مارس الماضي. شوقي بن سعادة رياض البوعزيزي طويلة في اتجاه المهاجم هيكل قمامدية، هيكل قمامدية فرصة أولى لتونس، هيكل قمامدية فرصة هدف التسويب والهدف الأول 1-0 وكأني به لقاء رادس كينيا تبتسم لقمامدية، دعنا نقول هكذا كينيا تبتسم لقمامدية. تحب ياسر كينيا هذا ديت هذا بلعب انا وهيكل واستاذ عبد السلام وكريم ونكسبه ان شاء الله. يسجل كثير هيكل في المنتخب، لعب 9 مقابلات سجل 6 اهداف مع المنتخب. لا حكايه ثقه، بس هو ما عندوش ثقه هنا. مدرب في الاول كان في مشاكل وما انسجمش مع الفرقه، لكن بقى له ماتشين ثلاثه الحمد لله دخل في جو المتشوق، ممكن الناس مبسوطه منه الفتره اللي فاتت ديت، والحمد لله كسبنا نانسي اول ماتش لينا وتعادلنا في بطولة أوروبا. أنا حاسس الفترة الجاية دي هتبقى كويسة لهيكل وكريم وأنا والفرقة كلها إن شاء الله، ونعمل منتوشة كويسة إن شاء الله الفترة الجاية. هيجيبها، هو لعيب بيلعب كويس أهو جابها. بص أهو نجو مرات نعدي شوية وقت هنا حسن وكريم عبد السلام نعدي شوية وقت هنا كاو معناتها نعدي شوية وقت كاو. الجمهور التونسي يستنى في أمم أفريقيا وفي كاس العالم عام في تحديات كبيره للمنتخب. والله صحيح معناتها عام سناك باش نحضروا كوب دافريك وباش نحضروا زاد كوب دومون. اولا عندنا كوب دافريك معناتها شهر اخر وتبدا كوب دافريك. ولقب باش ندافعوا عليه. فوالا في مصر. اللقب نتاعنا معناتها ابطال افريقيا كل شيء باش نحاولوا معناتها باش نمشيو مصر باش ندافع على لقب نتاعنا باش نلعب الكل في الكل وكل شيء. هيك نتمنوا لك التوفيق وبرشا اهداف في لامينو وفي بقيه ملاعب فرنسا مع ستراسبورغ ومع المنتخب. عايش كويس. بس خلوك تكمل اللعبه نتاعك. طيب فما شكون معك؟ يا ديري ريد على روحك اصلا. كمل انا هاك. خلينا نلعب معك. هاك نلعب تروح برك. وانت بتصور؟ اي ما يسالش.
الفريق الأولمبي المعروف بجيل أثينا ثم المنتخب الأول بطل إفريقيا 2004 والمترشح إلى المونديال. هذه فرق صنعة الرجل ومنتخبات توجد موهبة كروية قادمة من أعماق البلاد التونسية. أجي un arrière latéral la grande responsabilité. الانتقال من كرة القدم كهاوي إلى احتراف اللعبة في فريق عريق بطل فرنسا 79 النادي الشهير لجهة الألزاس لورين راسينغ كلوب ستراسبور. Pour la troisième fois de son histoire, la Tunisie accède à une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors on peut dire que sur la totalité du match, Charles, c'est peut-être mérité. L'enthousiasme, la vivacité, la vie qu'il y avait dans cette équipe de Tunisie, eh bien, elle est symbolisée encore par ce dernier tir au but. C'est un gamin de 20 ans que Roger Levert est allé chercher dans le championnat de Tunisie. Il n'est pas allé chercher dans le championnat d'Angleterre, dans le championnat de France, dans le championnat d'Espagne. C'est dans le championnat de Tunisie qu'il est allé chercher ce gamin-là. Et ce gamin-là a 20 ans. احسن بلاصه في ستراسبور هذه خاطرك تشوف معناها جميله ياسر كلام برشا ما فهمش برشا حسب تاع كراهب حسب تاع الماء متصوره ليديالكم اي ليديال مزيانه برشا مزيانه عجبتني انا الحقيقه ومرتاح فيها. مثل 20 جانفي 1984 موعد ميلاد طفل القاسرين سيحترف لاحقا في نجم سوسة قبل أن يصبح سوبر ستار في ستراسبور وفي المنتخب. 20 مثل 20 أوت 2003 موعد أول دعوة للمنتخب تونس غينيا حدث دولي ودي في إطار تحذير الكان 2004 الشبان اللي تألقوا في صفوف فريق نجم الرياضي الساحلي. تتذكر اللي أول مقابلة ليك دولية مع المنتخب مع شكون؟ نتذكر مع غينيا. غينيا ما سيبتنيش حصيله في 2003 بالنسبة لغينيا في 2003 في رادس نتذكرها كيف ما ننساهاش 0-0 أول ماتش لعبته هذاك ما تنساش كريم صعيب ما تنساش هذيك الديبار بتاعك. 20 كعشرين جانفي 2004 وقتها 20 سنة مرت في حياة الرجل. في أيام الاحتفال بالعشرين ربيع حقي سينفجر كرويا في ملعب رادس. حقي على يمين الدفاع حقي في المحور حقي المدافع المندفع إلى الأمام المدافع الهداف في طريق النهائي. موهبة كروية كما قلنا بهذه السرعة وبهذا الحجم لم تعرفها كرة تونس من قبل. بالنسبة لي أنا الديبار نتاعي معناها كان كأس أفريقيا. ديبار معناها ديبار الكبير معناها بيبي كبير كأس أفريقيا. نتصور ما في حياتي معناها الرياضية مش ننسى الكومبيتيسيون هذه. وباش نحاول معناها نلعب اكثر من نجم معناها في مسابقه كيف هكا. هادي تخو بون جوغ دو لا تيت
كريم حقي يلعب مليح بالراس، قوي ذهنيا ويشجع زملائه، متواضع برشا، في كلمة ملاعبي كامل. Au côté de Karim, c'est facile aussi parce que Karim Haji, bien sûr, il m'aide beaucoup. Donc, il a jamais Karim Haji le mot sale à Barça. Il s'aide ni. C'est un chose très bien. Inch'Allah, on va être ensemble dans le منتخب. On sera en sélection tous les deux, quoi. Il était élu deux fois meilleur joueur du mois de septembre et octobre. Oui, voilà. Les tâmes, Ahsan, les tâmes, Karim, ou Yaoum, l'Ali, Barça.